احنا داخلين على يناير خلاص، وسموحه دايما اسم مهم جدا في الماركت بتاع الانتقالات. هل سموحه طلب منه لعيبه في الانتقالات القادمه ولا سموحه الطلب احنا طبعا بعنا بعنا لسيراميكا صديق البولا طبعا لكن احنا مطلوب مننا لاعبين، بس احنا مش هنستغنى عن اللاعبين الا بالرجوع للكابتن احمد سامي الا لو عندنا لعيبه تاني، واحنا كمان هنجيب لاعبين في اماكن احنا محتاجين ان احنا نجيبها. عظيم جدا. طيب تحديدا ناس نشرت انه الاهلي ممكن يطلب محمد مغربي في يناير، هل حد تواصل مع حضرتك؟ لا محمد مغربي مستمر لنهايه الموسم. مستمر خلاص لنهايه الموسم. انتوا عندكم مين غير محمد مغربي اعاره يا فندم، ولا كله كل النادي لاعبين في النادي؟ عشان كان من الحاجات اللي كانت بتقال دايما على سموحه انه كتير قوي بيستعير لاعبين، هل عندكم عدد؟ لا احنا بنجيب لاعب. لا ثانيه واحده، احنا ما استعرناش لاعب، احنا ما جبناش لاعبين، احنا جبنا ناس ناشئين بقوا نجوم وبقوا احسن لعيبه في مصر. هو احمد فتوح مين اللي اكتشفه؟ سموحه اللي اكتشف احمد فتوح. صحيح. محمد عبد المنعم مين اللي اكتشفه؟ سموحه. يعني هو ناشئ صغير خالص، حتى ما كانش في المنتخب الاولمبي. مشي من عندنا احسن مساك في مصر احمد عبد القادر. حتى مصطفى فتحي لما كان مستواه نزل خالص جه عندنا لعب نص موسم جاب 17 هدف. احمد عبد القادر. لا ده غير احمد عبد القادر طبعا. احمد عبد القادر طبعا مين كان يعرف احمد عبد القادر؟ ما كانش حد يعرف احمد عبد القادر خالص. وناس كتيره عدد لك اسماء كتيره. عظيم. فاحنا ما جبناش نجوم كبار، احنا جبنا ناشئين صغيرين اتحولوا في نادي سموحه ان هم بقوا نجوم الصف الاول في المنتخب القومي يعني. طيب زائد ان سموحه طلع لعيبه كتيره وباع لعيبه كتيره، هم نجوم نجوم مصر دلوقتي. طيب على ذكر احمد فتوح، شفت على صفحه حضرتك على الفيسبوك، ما اعرفش الصفحه دي لحضرتك ولا لا؟ بتاعتي انا. ايوه على احمد فتوح كاتب ايه؟ كنت كاتب على احمد فتوح انه كان لاعب في سموحه وان سموحه صنع نجوميته، وان انت كنت بتتكلم عنه يحترف في اوروبا وقتها. انا قلت هو صغير. احمد فتوح ده اول في بداياته لما جه النادي وابتدى يلعب، قلت له خلي بالك على فكره انت هتعترف في اوروبا. قال لي بجد يا باشمهندس؟ قلت له والله العظيم ثلاثه، انت لاعب موهوب لو ركزت في كره القدم واديت كره القدم ما تستحقه والتزمت بكره القدم انت مصيرك ان انت تحترف في اوروبا. والكلام ده كمان انا قلته لمحمد عبد المنعم وهو لسه في اول في يعني لسه في سنه اولى كوره، لسه في البدايه خالص خالص. اول حاجه ان انا طبعا شايف ان دول كانت مواهب صغيره خالص، وفي نفس الوقت طبعا بديهم ثقه في نفسهم واشجعهم. بس كلامي ده كلام مظبوط. ومصطفى فتحي لما جه سموحه وكان يعني هو طبعا مر بفتره وحشه، قلت له يا مصطفى انت هتيجي سموحه هتطلع من سموحه على المنتخب القومي. عظيم عظيم. يعني خدت بالساتك. فالحمد لله ان احنا عندنا رؤيه والحمد لله اتصنعت نجوم دول، ونجوم كتيره قوي. ابو جبل اقعد اعد لك ولا 40 نجوم، معظم النجوم اللي انت شايفهم على الصحف في المنتخب طالعين من سموحه. فاحنا الحمد لله صنعنا ناس كتيره وعملنا طيب ناس كتيرة على ذكر على ذكر على ذكر احمد فتوح يا فندم، هل الزمالك خلاص عارض احمد فتوح؟ لا ما اعرفش، انا ماليش دعوه. ما لا 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 لا، ده انا هتكلم على سموحه، لا مش هتكلم على الزمالك. الزمالك عارض فتوح للبيع، هل ممكن تخش تشتري؟ لا 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 لا، فتوح هو عنده طموحات ربنا يوفقه فيها، وما اعرفش يعني هو بيفكر ازاي، بس اتمنى له كل التوفيق طبعا. احنا ما شفناش منه الا كل خير في نادي سموحه.